هذه بشحال؟ هذه كدير 900. الخميس حتى للسبت شيكون عاجبك كاس حتى هذيك عجبتني اللي فيها الدرع شتي دابا مشيتي لهادو ولكن هادوك هومي بغيت ندير في البيت البروك هادوك هومي انا خاصني وحده في البيت البروك سيرت تسال حلاتك دوزتي لوكو خدي دي شحال خديت 180 على 3 خديت جوج وخديت طابية كبيرة ما يجيبش كبار في شنو هادوك؟ هادي تحيت ولا الزواق ويش فيها في هذاك الزواق الصالون بغيت ليه هادي لا الصالون بغيت ليه هادي مازال بيت البروك بحال هادي بحال هادي انا بحال هادي خديتها باش يجيو زوين الصالون ولكن الصالون ما عنديش فيه العرض البيت البروك ما عنديش فيه العرض بزاف عندي فيه الطول شيرين حتى اليوم صابحين يقولوا مات سمعتيني اللي كتغني مصريه صح المصريين قاردو مساكن تابعوا كاعدك نكذبوا داك الشيء هكذا
الخميس حتى للسبت. شي كون راجل كاس تاديك عجبتني اللي فيها الدرع شتي دابا مشيتي لهادو ولكن هاد كاومي بغيت ندير في بغيت ندير في البيت البرو هاد كاومي انا خصني وحده في البيت البرو سيتي تسال خليتك دوزتي لوكو خذي دي شحال خديت 180 على 3 خديت جوج وخديت طابية كبير ما يجيبش كبار في هادي تحيت على الزواق ويش فيها في هذاك الزواق الصالون بغيتي هادي في الصالون بغيتي مازال بيت البروك بحال هادي بحال هادي انا بحال هادي ماشي جو زوين الصالون ولكن الصالون ما عنديش فيه العرض بيت البروك ما عنديش فيه العرض بزاف عندي فيه الطول شيرين تا اليوم صابحني يقولوا مات سمعتيني انت اللي كتغني مصريه اصلا المصريين قارد ومساكن تابعوا كاعدك نكذبوا داكشي هكذا صح صح لا زوينه شوف خو كيفاش فعلا فات دير زوينه سوا عاد تجيك تبعت لهم تحياتي الاخرين كيفاش تنظر داخل في هذا غنصور صوري علاش بسال عليهم يلا يفرج عليك الله يحفظك منيك رانا كنمشي عند امين ديما مرحبا مرحبا Thank you.
السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمناكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير كما تشوفوا. مرحبا بكم عندي في عالم صابرينا، وهاد المره غادي نقول لكم مرحبا بكم عندي في داري. فكرت باش ندير واحد الجوله خفيفه في المدخل ديال البيت ديالي والصالون ديالي، تنتوما تاخذوا افكار اللي بغات تفرج، اللي بغات تقابل المدخل ديال البيت ديالها، ناخذوا افكار من بعضياتنا. هذا هو الهدف من هذا الفيديو. كما انا كنت نشوف الفيديوهات ديال الناس وتعجبوني، حتى انا بغيت نتقاسم معكم الافكار ديالي وصافي. هذا هو الغرض كما تشوفوا، هذا هو، هذه هي الدخله ديال المنزل ديالي، ديال النوع ديال الباب ديال الحديد ديال الكرياج، نتنفسوا منه. يعني الدار ديالي فيها غير واجهه وحده، يعني هذا ما تنحلو تيعطي واحد الكولوندير قوي في الدار. يعني تنحلو مره مره من تيكونوا هاد الناس جيراني مقابلين معايا، من ما تيكونوش تنحلو، تنحلو حشومه انني نحلو وهما كاينين. صافي، هذا هو المدخل ديالي. دايره هنايا هاد النوع ديال المرايا، دايره هداك ما عرفتش الخنجر، كانوا عندي زوج، كندير واحد هنا وواحد هنايا، طاح ليا واحد تهرس ليا، صافي اضطريت انني نديرو في الوسط. دايره هاد الباب ديال الشاون الاصل ديالي. وبالنسبه لهاد هاد البابي راه رخيص بزاف، خديتو رخيص، خديتو ب 360 18 درهم خديتو، وصدق ليا واعر البنات. هذا خديتو دابا جايه شي ربع سنين هو عندي، ولا مع 3 سنين وشي حاجه، جايه ربع سنين هو عندي، ما وقع لي حتى شي حاجه. ها كما تشوفوا ركبتو بيديا، يعني انا اللي صيبتو ركبتو في هاد الحيط، جي زوين وجي الشكل ديالو زوين. بس نسدو الباب باش نكملو الهضره ونكملو الجوله ديالنا. صافي، عندي هنايا هاد الحويط الصغيره اللي فيه هاد الفراشات، تاهما الشكل ديالهم تيجي زوين. فوق دايره هاد الشابو، الشابو ديالنا. هنا عندي طواليت، هنا دايره هاد النوع ديال الساعات، صدقات ليا زوينه. يعني عندي واحد المده طويله يلا كنخرجو، وعندي يعني وحولتها من بلاصه ما كانتش عندي هنايا، يعني كانت عندي اونفاس مع الباب وحولتها. هنا عندي كوزينه، وهنا عندي البيت ديال الجلوس، بيت ديال ولادي. وهنايا عندي بيت الناس. صافي، نتوما عندي مصيبه هادو، هادو هما اللي كنت شاركتهم معكم في الفيديو اللي قبل، يعني صيبتهم تيعطي واحد المنظر زوين في الدخله. ودايره هاد بيبليوتيك دايره هنايا، صافي دايره هاد الطويبله كيما شاركتها معكم في الفيديو اللي قبل. ودايره هنايا هاد بلاكا صغير، جمالي بزاف ديال الحوايج، وصراحة بغيت نحيدو ولكن راه جمالي، عرفتو جمالي الكتوبة ديال بنتي، الجاكيطات، يعني الصبابط ديولها، ديولها هي، يعني جمالي بزاف د الحوايج، مقدرتش نستغنى عليه في هاد اللحظة. ودايره هاد الديكورات كيما تشوفو معايا، هاد البيضة القرن كانوا تيحمقوني. صافي وخديتهم، هاد الطابي ديال ايكيا كلشي تيعرفها. صافي ودايره هاد الكادرات، هاد الكادرات باقين، يعني باقي ما درت لهم حتى شي حاجة، يعني كيما شريتهم حطيتهم. هادو كنت خديتهم من فاس، هادو كنت خديتهم من اكسيون، هذا تا هو خديته من اكسيون، هذا خديته من اكسيون، درت تصويت ولدي. هادو تا هما كنت وصيت عليهم من في الفيس، كنجيبوهم ليا حتى للدار حد السيد. هذا كما هادو عندي جوج كما تشوفوا معايا، وهذا هو المنظر ديال المدخل ديال البيت ديالي. متدخلي يعني في الواجهه تتلقاي هكا، هذا هو المنظر اللي تشوفي. ومباشره كاينه الصالون،
الصاله. بالنسبه لهذا الفاز راه انا اللي صيبته كله بهذا الشيء ديالو، بهذا يعني كلشي صايبته بيديا. افكار بسيطه وسهلين وتيجيو زوينين في المنظر، وكما تنعرفوا الا صايبتي شي حاجه زوينه في الدار ديالك وفرحان بها، وبالخصوص الا جا شي واحد قال لك هادشي زوين يعني تاتي تزيدي تفرحي براسك. بالخصوص هاد الطوابل، شحال من واحد دخل عندي، هادو عندي كثر من عامين وزياده، غير ولدي هرس ليا وحده وصاحبتي طلباتني وصيبت لها وحده، هي فاش شاركت معكم جوج طابلات. هادو عندي انا قدام الناس اللي تعرفوني، راه عندي قدام شي عامين وزياده اللي تيشوفهم تحسبهم انني شارياهم، من تنقول لهم صايباهم يعني تعجبهم الحال بزاف. اول حاجه غادي ندخلو غادي نشوفو هاد البابي، غنشعل لكم الضو حيت لا حليت لكم الشاجم، يعني ما غادي يبان لكم حتى شي حاجه، حتى عندي الضو في الدار. بالنسبه هاد البابي شريناه ب 500 درهم، ولكن واحد رولو كبير وزوين، الشكل ديالو الديزاين ديالو زوين كما تشوفوا، وفي بحال 3D هذا بحال طالعين، وهادو في النقي يعني عنده واحد الشكل واحد ديزاين كلاسيكي زوين بحال دوك ديال كشي اللي كان قديم هكاك، ولكن المنظر ديالو واعر وجاي زوين اللي شافو تيعجبو. راه انا اللي صيبتو بيدي، انا اللي يعني انا اللي لصقتو كما تشوفو، انا هادشي تيعجب لي تحمقني انني نخدمو بيديا ونصيبو. وهاد الميغوار ها هي كما تشوفو، كانوا هما اللي خارجين على الموضه وكانوا عاجبيني، ومن فكرت انني نبدل الصالون ديالي اختاريت انني ناخذهم بهذا الشكل، وخديتها في النحاس، هذا في الذهبي والنحاسي، خديتها والثمن ديالها 2000 درهم، وجابوها لي حتى الباب 100 درهم، خديتها ب 2000 درهم وجابها لي السيد اللي متكلف بالتوصيل 100 درهم، ولكن راه كبيره واخا تشوفها هكا يعني راه كبيره ماشي صغيره، ما عرفتش شحال فيها ديال طول العرض، ما بقيتش عاقل عليه. كما تشوفوا درت هذا هو البابي اللي درت في الصالون ديالي، يعني مغص بداو هنايا. بالنسبه لهاد العود، هذا هو العود اللي عندي، الناس اللي تعرفوني غادي يعرفوا ان الصالون ديالي حيت كبير كانت مقسمه على زوج، كنت دايره تفريشه بلديه وفوطويات في جنب اخر. صافي طلع ليا فراسي بغيت نبدل شويه، فكرت انني قررت باش نكمل الصالون ديالي التفريشه كامله بالسدادر، وهذا هو العود اللي عندي. الناس هذا العود ديالي الاول، كان بامكاني انني نبدل ندير الموديل الجديد اللي خارج لي كلشي اللي دايرو، ولكن بصراحه ما اقتنعتش بيه، واخا كان اخر لحظه كنا اتفقنا مع النجار باش غيبدل ليا الواجهه ديال السدادر اللي عندي، وغادي يكمل لي السدادر اخرين. صافي اتفقنا معاه وكلشي، في اخر لحظه عيطنا ليه قلنا ليه لا ما سخيتش بالسداده ديالي. بصراحه هذا الموديل انا عاجبني، يقدر يجيكم نتوما عادي، ولكن الموديل عاجبني لانه مخدوم باليد كما تشوفوا. هادو السداده ديالي يعني خدمتهم عند النجار باليد كما تشوفوا، هذه حبه وهذه سميتها هذه والله ما عقلت، هذه القبه، هادي القبة يعني طايقة باش مخدومة، طلعت عليا شوية غالية، برغم من أنني عاودتهم ما طلعوش عليا بالثمن اللي طلعوا عليا في الأول، ولكن الموديل هذا أنا عاجبني حيت قلت ما غاديش يطلع عليا فراس حيت ما مشاجيش يعني بلدي، ورغم ذلك ما عمرش واخا هكاك عندي الصالون عندي العود بلدي. وهذا غادي ندوزو دابا للطلامط، هادو هما الطلامط لي درت، غادي ندير لكم واحد الدورة شاملة خفيفة على الصالون ديالي كما تتشوفو معايا. هدا هو الصالون لي صيبت، يعني كلو غيرتو كلو بدلتو من أتر زاد كما تنقولو. هاد بالنسبة لهاد الطلامط أنا خديتهم من أتواب النعيم لي كاين في درب عمر، يعني خديتهم شنو نقول لكم، خديتهم الطلامط بوحدهم والخياطة، درت هاد النوع ديال الخياطه طلعوا عليا 100
بالنسبه للطلامات ندوزو نشوفهم كي دايرين. هاد الطلامات انا طلعوا ليا بالطلامط بالخياطه بالتعميره ديال هاد المخيط طلعوا ليا 157 الفريال بالضبط طلعوا ليا. حيت غير الطلامط والخياطه كنت خيطتهم 132 الفريال و25 الفريال باش عمر ليا هذا. كما تشوفوا هذا هو هذه هي المخده اللي اختاريت في هذا الموديل هكا 50 على 50 ديال هذا الموديل هكا تيجيو في الجناب. يعني حاولت نلعب على موديلات الاخرين موديلات مودرن شويه كما تنقولوا والمره الجايه فرج الله عاوتاني صافي بنادم. انا الفكره اللي تنقول الانسان غادي يخيط ولا غادي يشري ولا غادي ياخذ شي حاجه جديده ياخذها على الموضه. ما تنقولش على الموضه وهي ما صالحاش، يعني تكون على الموضه وهو مقتنع بها ومن يسهل الله ويسر الامور وبغينا نبدلو نعاودو نبدلو ماشي مشكل صافي. وانا اختاريت هذا الموديل ديال المخاد غير 80 ما بغيتش ندير 90 90 ما تيعجبونيش ما تيجيوش زوينين بتاتا في الصالون. واخا يكون الصالون صغير ولا كبير تيجيو طوال بزاف ما تيجيوش زوينين. اختاريت هذا الموديل وخدمت وهذا الخدمة يعني تقاسمت انا والخياط كيفاش بغينا كيفاش بغيت نخدم الصالون ديالي. وتا هو زعما ما نكذبوش عليك يعني تا هو معروف اثواب النعيم الخياطه ديالو يعني والكليان ديالو يعني ماشي تندير ليه اشهار ولا شي حاجه هو معروف بلا ما نهضر عليه، ولكن عندهم الجوده وعندهم الكلمه وعندهم الوقت. حتى هو قالوا لك النهار فلان فلاني راه تيجيبوه لك، انا 10 ايام جابوه ليا تيجيبوه ليك ولا تتمشي تاخديهم تيجيبوه لك حتى لباب الدار مطويين مصلوحين ماشي ملويين محطوطين راه مصلوحين كل حاجه في البلاستيك ديالها. يعني كاين تيتعاملوا مع الناس مزيان وعندهم موديلات واعرين. صافي ما نطولش عليكم. خسريت هاد الخدمه هادي كامله خسريت هاد لي كوسان بحال هكا ديكورات صغار تيكونوا في المخاد بحال هكا وخسريت لهم هاد الخدمه. صافي بقيت غاده على هاد الشكل تا صافي في الجنب وانا ندير لهم نفس بحال هكا. درت هاد المخاد 50 على 50 تجي وحده مورا وحده وهذا الشكل ديال المخده الاخر. وهنايا في الوجه تيجي هاد الموديل هكا وتيجي الفصل الاخر بحال هكا. صافي بالنسبه للمخاد تيجي وجه بحال هكا وجه هكا. زعما الا بغيتي دير كوتي في هاد هكا بغيتي تقلبيهم عندك الاختيار. بالنسبه لهادو انا خديت هاد لي ناب ولا ما قيت بشحال خديت هادو يمكن شي 100 درهم هذا ديال لي كوان. وهادو كنت وصيت عليهم من فاس جاوني ديال الزاج والنحاس يعني زوينين وراه كبار ما يبانوش ليكم صغار كبار وزوينين. هادو مبخرات ولا تيديو فيهم ها نتوما انا اش دايره فيهم هادو. وهنايا هذا خاوي عندي دايره فيه والو المهم كل واحد اشنو تيدير فيه. بالنسبه للريدو ديالي هو هذا الشكل ديالو اللي خدمته خدمتهم عند السيد اللي درت عنده الفيديو الاخر ديال ريدوات خدمهم ليا بواحد الثمن زعما رخيص ماشي غالي. اختاريت هاد الفوقاني ديال الطافطه واختاريت هذا هو التحتاني ديالو. التحتاني هذا خدموا ليا هذا خديته 120 درهم من عنده عرفتيهم هذا اللي فيه الحجر العقيق والحجر هذا بيرا بيرلاس ديالو وهذا هذاك الصغير وما عرفتش شنو سميتو. المهم خدمته بهذا الشكل ديالو. وهذه خديت هذا خديته 120 درهم سمحوا لي هذا 120 درهم وهذا خديته ب 60 درهم الطافطه ودرت لهم هاد الخدمه هذه. هادو كانوا عاجبيني وحدين فيهم واحد القويقات ديال النحاس ولكن هو وصاني قال لي يقدروا يعني ماشي ديال النحاس غير صفرين قال لي يقدروا زعما تصبريهم ويبيضوا لك ويخسروا لك وانت دايره زعما ريدو ما تيطلعش رخيص باش يخسر لك من اول مره. صافي ذلك استغنيت عليه ودرت هادو. بالنسبه لهادو هادي واحد ديكور تيجي بين بين الخاميه والخاميه تتفرقي بينها الوسط الشكل ديالها زوين وكبيره وعاطي المنظر. تنقول لكم التصويره ما عطيش حقها لانها كبيره وعاطي عاطيه زعما شايفه
ثابت الوجود ديالها كما تنقولوا، خديتها 200 درهم من القاعه. بالنسبه لهذوك اللي في الجنب كانوا عندي يعني ما غيرتوش. وفي هذا الكوان حطيت هنايا هادو ديال النحاس، انا لعبت على الصالون ديالي الزاج والنحاس، خسريت هادو شريتهم، هادو خديتهم من دب عمر، خديتهم ب 13000 ريال او 670 درهم جابوهم ليا، و 20 درهم ديال التوصيله، قول فحال 14000 ريال طلعوا ليا. صافي هذا هو التلميطات اللي عندي كما تشوفوا، التلامط اللي عندي. بالنسبه للتلامط، هذا النوع ديال التلامط انا كانوا 130 درهم، هادو 130، ولكن جا راس العام وداو ليهم بروموسيون 90 درهم هي فاش خديتو، وهذا 120 درهم. هاد سامبل هادي موبا جالاكسي، يعني طبا وبريوم بزاف بحال الدوغي، بحال قول لي بصح هو دوغي ماشي بحال الدوغي، ها دوغي. هذا كما قلت لكم 120 درهم، وهذا كان بروموسيون واحد المده خلاه لينا 90 درهم، كان دايرو ب 90 درهم، ولكن دابا مؤخرا رجع ل 130 درهم عندو نيت. هذا 180 درهم هاد التوب، ولكن هذا انا ما عرفتش بشحال حسب ليا الميطو، ما عرفتش بشحال دخل ليا الميطو. هذا هو المكان، خساريت هنايا في السداري الصغير انني ندير توب واحد ماشي نقسم، حيت السداري عندي غير صغير ما يجيش الشكل ديالو زوين الا قسمته. بالنسبه لي ناب، عندي هاد النوع ديال الناب اللي فيه هكا اللي كله منبت، خديته من القريعه، خديته ب 10000 ريال 500 درهم، وهاد الصغار ديالهم خديتهم ب 50 درهم، وهاد الكبار خديتهم ب 100 درهم. خديت هنا اربعه، رغم انني عندي 6 ديال الطوابل نسيت، ما عرفتش شنو وقع لي ديك الساعه باش خديت اربعه. بالنسبه للزاويه، هذه هي الزاويه اللي خديتها اللي لعبت على الصالون ديالي، فيها البلون كاسي والدوري، يعني زوين هذاك التيسي ديالها زوين. خديتها ب 44000 ريال 2200 درهم، هذا هو الثمن باش خديتها هي هذه كامله وسميتو. وهذه الطابله ديال هذه الصغيره خديتها 200 درهم. بالنسبه للدريه، الدريه هذا هو الشكل ديالها، خديتها ب 2200 درهم كامله هي، وهاد لابليكاسيون ديالها لي زابليك ديالها هما هادو، خديتهم بجوجهم وكامله فيها خمسة البولات، وهادو هما الشكل ديالها اللي خديتهم فيهم عجبوني. وخسريت هاد الموديل، كاين بزاف ديال الموديلات تي وريك السيد يعني تتخسري، خديت هادي فيها خمسة البولات كما قلت لكم 2200 درهم. هذا هو الصالون ديالي، وهذه هي الجوله اللي كنت بغيت نديرها لكم. تنتمنى الصالون ديالي يعجبكم وتاخذوا الافكار. انا دابا باقا ما صبرت، يعني كندير مع السيد وصافي في الاخر غير الصباغه، ولكن من غادي نعاود الصباغه غادي نعاود نصور لكم فيديو جديد في الصالون ديالي بصباغه جديده. وهذا النوع ديال الصباغه اللي دايره انايا دايره، يمكن هذه سميتها تدلاكت، يمكن صباغه صدقات لي زوينه، راني مده ديال الواحد 9 سنين ولا 10 سنين وهي وانا صابغاها، يعني صدقات زوينه فيها كما تشوفوا تتبغي تنغسلها، يعني بيت الدراري ما نعاودش ليكم، نتوما عارفين بيت الدراري كيفاش يكون. النصيحه اللي غادي نقدر نعطيكم انكم قبل ما تفرشوا ولا تشريو، يعني فكروا مزيان وخذوا القرار وتساراو مزيان، يعني حيت صحاب البيع والشراء غتضربوك حتى النيف، يعني خدي الفكره هنايا بشحال التواب، يعني الاخر الثمن غيقدر يكون، خدي الثمن ديال الزرابي، خدي الثمن ديال التري، يعني خدي افكار والاثمنه في راسك عاد سيري خدي. وثاني حاجه خدي الاراء ديال الناس، ماشي تنقول لكم ما تاخذوش الاراء ديال الناس، لا خدي بالاراء ديال الناس والافكار ديال الناس، وفي الاخر القرار والاخر هو اللي تيرجع لك انت، حيت انت اللي غتفرشي الصالون ديالك وغتفرشي الدار ديالك، حيت انت اللي جالسه فيها، وانت اللي خاصك تكون النفسيه ديالك مرتاحه وعاجبك الفرش ديالك ومرتاحه فيه. كما
وقاليت انا انايا ما فرشت هاد الصالون تفكرت كيفاش واللون اللي بغيتو هو اللي خديتو والاخر والاول القرار بقى ليا انايا حيت انا اللي غادي نكون جالسه في الدار انا اللي غيجيو عندي حبابي وصحابي وانا اللي غادي نكون مرتاحه فيهم غادي نشوف التفايشه جاتني زوينه ما بقى ليا الا نقول لكم السلام عليكم فيديو جديد ان شاء الله وما تنساوش الاشتراك وشويه ديال التشجيع بارك عليا دائما تنقول لكم غير شويه شويه بارك عليا ما غتخسري والو الا وركتي على لايك ودرتي واحد الكومونتير صغير ما غادي ياخذ من وقتك حتى واحد دقيقه شكرا لاي وحده انضمت للقناه ديالي وشكرا لاي وحده تتشجعني تنقول لها شكرا من قلبي نردها لك في ساعه الخير شكرا بزاف يلا نيزا هاي با طلعنا انا وصابر زين اذا ماما ما ندير ايش هاي هما يدبوا شراهم زوج هنا زوج كباش عندكم الجبل شوية هو دلير صوار يلا زين ولا طاح الله على ريحتي شوف قرات شو اشتريتم شوف فلي ريحت فليو شو ماما نطمها
خليك كامل ندوز نقطع ليا من المهم قلت ليا هذا من وراء انت ولا با لا يبقى فينا لا لا بقى دابا لا كتحدي ديك البكره تنقز لا هادتي صابر انا نقول لها نحاش تخلع من الحمي سي سي تتسحنا لا لا خلي هذيك كتشوفني روتيني في البحر أيوه وصغاهم دي الضوء الدائرة صغيرة صغير بسم الله بابا واحنا جايبين الحجام الماء شلون في رجلينا واو لا لا ولا مش فاهم شلون هذا او كيسعد ويدت غاده ماما اني ده
شوفي فيه انت انا حلوه يا جميله.
قولوا باش من تبان حيدت خذ ما حيدو باش ما شفتكم تشوفوا عاودوا جيت.